مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا. والنهارده حلقه جميله ان شاء الله تفيدكم وتعجبكم، والبطل فيها هو الفراخ والثوم. كل وصفاتنا النهارده وصفات فراخ فيها ثوم، مدي طعم كتير حلو قوي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. وعندنا حلو كمان مميز جدا، موس شوكولاته بالبندق هنعمله بالشوكليت سبريد من دريم، هيكون رائع. عندنا رز الدجاج اللي بالثوم هنعمله دلوقتي حالا، كرات دجاج كريمي برضو بالثوم. تعالوا نشوف هنعمل ايه ومقاديرنا ايه. اول حاجه عشان نعمل رز الدجاج اللي بالثوم هنحتاج 4 صدور فراخ، وكوبايتين رز بسمتي، 3 معالق كبيره من الثوم المفروم، ونص كوبايه من اعواد البقدونس المفروم، 4 كوبايات مرقه دجاج، زبده وزيت نباتي، معلقه كبيره بصل باودر، رشه جوز الطيب، 4 ورقات لورا، وملح وفلفل اسود. ونبدا شغل. اول حاجه هنعملها عايزين نجيب طاسه ولا حله يا سارة؟ طاسه ولا حله؟ خلونا نشتغل في حله احسن، علشان نشتغل فيها على طول كل حاجه. وممكن كمان الحقيقه نشتغل في ووك، بس هو الووك مش محطوط ليه؟ ليه مش حاطين الووك بتاعي يا جماعه؟ رشة ملح، ورشة فلفل، ورشة جوز الطيب. يلا وادي الوك، هنحطها على النار تسخن، ولازم طبعا تسخن جدا لان احنا هننزل فيها فراخ، فما ينفعش تبقى باردة الفراخ تنزل ميتها. فانا هنزل، هحط الوك، وهحط معاها مقدار الزبدة اللي انا عايزة اشوح فيه الفراخ. وانا الحقيقة مش بحط دلوقتي مقدار زبدة للفراخ بس، انا بحط مقدار زبدة للطبق كله، للفراخ وللرز ولكل حاجة، عشان هو كله هيبقى في طاسة واحدة او في حاجة واحدة هيتعمل. فهاجي كده واحط لهم شوية صغيرة من الزيت حماية للزبدة من ان هي تتحرق، بس كده زي الفل. هنسيب الكلام ده يسيح مع بعضه والووك تسخن، وتعالوا لحد ما ده يحصل نقول مقادير الوصفة التانية اللي معانا. الوصفة التانية اللي معانا كرات كفتة جميلة جدا جدا بس بالفراخ، تقدروا تعملوا نفس الوصفة باللحمة بس هي جميلة جدا بالفراخ. كرات الدجاج الكريمي اللي بالثوم هتكون عبارة عن 0.5 كيلو من الفراخ المفرومة، تقدروا تفرموها في البيت او تخلوا الراجل يفرمها لكم في المحل. في الفراخ ممكن نفرمها في الكبة ما فيش مشكلة، بس فرم الراجل بيكون احسن. بصلة مفرومة، ومعلقتين كبار ثوم مفروم، هتلاقوا طبعا معلقتين كبار على 0.5 كيلو من الفراخ، مقدار كبير من الثوم هيفرق جدا في طعمها. زيت نباتي وزبدة، وكوباية ونص مرق الدجاج، 0.5 كوباية كريمة طهي، نشا، ومعلقة كبيرة بصل باودر، رشة جوز الطيب، وربع معلقة صغيرة حبهان باودر، ونص معلقة صغيرة كبابة صيني، ملح وفلفل اسود. ودي مقادير كرات الدجاج الكريمي اللي باللحمة. نرجع تاني للفراخ. الطاسة بتسخن والزبدة بتسيح، وبأكد عليكم تاني الكمية الدهون عشان تبان كتير، احنا ده الكل للرز وللفراخ ولكل حاجة، لان هو كله هيتعمل حاجة واحدة في الوجبة دي. الفراخ احنا تبلنا ناحية، عايزين نتبل الناحية التانية كمان. يلا بينا. ودايما بنحط الفراخ يفضل مرشوش عليها التوابل، ليه؟ عشان ده بيخلي التوابل تلزق عليها ما بتروحش في حتة. نقلب الفراخ على الناحية التانية، وبنفس الطريقة رشة الملح ورشة الفلفل
وناخد ام احمد على التليفون واحنا شغالين. يا ام احمد اهلا وسهلا. الو. ايوه يا ام احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبه قلبي اهلا بيك. الصوت مش واضح، الصوت واطي قوي. انا سامعاكي. الو. انا سامعاكي يا ام احمد. السلام عليكم، انا عايزه اشوف ساره يا بنتي. انا معاكي يا حبيبتي. ازيك يا كارتي؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ يا رب انا بقالي سنين بحاول كل لما اتصل يقفلوا التليفون في وشي والله. لا يا حبيبتي العفو، ما اكيد. امبارح اتصلت واحده قالت لي ما ينفعش وراحت قفلت في وشي. عندنا هنا؟ والله بقالي سنين نفسي اوصلي. طب معلش حقك عليا يا حبيبتي. كل خير يا رب، ربنا يجزيك كل خير على اللي بتعمله. سلام يا حبيبتي. تشرحي الحاجه بسيطه، انا اول مره اتصل بيكي على فكره. يا حبيبتي منوراني منوراني. تشرحي الحاجه عندك ضمير بنتي، ربنا يبارك لك يا شيخه، ربنا يبارك لك باذن الله. تسلمي لي يا حبيبتي. والنبي يا بنتي انا ليا طلب. موريني. الامر اللي بس تقولولي لا يشترك بعد ما اقفل. انا الدكتور قايل لي ان انا عندي نقص كالسيوم حاد. تمام. والنبي قولي لي على اكلات بس غير السمك. غير السمك مش مشروبات ممكن؟ بصي هو انا مش عارفه قوي بصراحه عشان ما اكذبش عليكي، بس الالبان اعتقد ممكن تكون مصدر للكالسيوم، مش كده ولا ايه؟ خلينا طيب نسال كده ونرد عليكي. شكرا جزيلا لحضرتك، انا مش عارفه قوي عشان برضو، وبعدين الكالسيوم اعتقد انه ليه حوارات يعني لازم يتاخد معاه حاجات تخليه يثبت في الجسم، فهشوف كده المعلومه ولو عرفت اوصل لحاجه دقيقه هقول لحضرتك. والف سلامه عليكي يا حبيبتي، انت عارفني اه وحش الفيتامينات. يلا بينا. الفراخ قاعده تتشوح اهي، الله الله، وبتاخد اللون الذهبي الجميل. نقلب على الناحيه الثانيه، شايفين بقى لما بننزلها الطاسه والتوابل اوريدي عليها بتمسك فيها المسكه اللي انتوا شايفينها دي، ما بتنزلش من عليها، ونسيب الفراخ تكمل تشويح. عايزه اجهز طبق اكون هطلع فيه الفراخ، لان انا هطلعها من الطبق ده واكمل في نفس، ما هطلعها قصدي من الوك، وفي نفس الوك هكمل الرز، فهياخد بقى كل طعم الفراخ والكرمله اللي حصلت وكل الكلام الجميل اللي في الطاسه ده هيطلع معانا في الاكله بتاعتنا، فهيبقى الموضوع ايه لطيف جدا. تجنن الفراخ، اللون تحفه والريحه تجنن. رشه جوز الطيب الصغيره دي سبحان الله قد ايه بتنقل الفراخ نقله تانيه. وطبعا انا عامله النهارده الوصفه بتاعتي برز بسمتي، حضراتكم تقدروا تعملوها هي هي برز مصري، ولكن ساعتها هتقللوا مقدار السوائل. انا حاطه 4 كوبايات مرق نظرا لاني مستخدمه 2 كوباية من الرز البسمتي، ولكن لو احنا هنستخدم رز مصري هيكون 2 كوباية من المرق كفايه جدا ان الكميه دي تستوي. اخر قلبه للفراخ وهنشيلها على طول من النار. طبعا هي ما استوتش لسه، مفيش مشكله خالص، لان انا مش هدفي دلوقتي ان انا اسويها، انا هدفي ان انا اشوحها. التسويه هتكمل في وقتها المناسب وهنقول ده حالا امتى. هنشيل كل قطع الفراخ وهنيجي في نفس الزبده ونفس الطاسه ونفس كل حاجه ننزل الثوم. هنشوح الثوم بسرعه، مش عايزينه يتغير في اللون، مع ورق اللورا. هنزل الرز، هضيف له البصل الباودر، البقدونس، واقلبه كويس جدا مع كرمله الطاسه اللي هتودي طعمه في حته تانيه خالص. رشه من الفلفل الاسود والملح، او خلونا نخلي الملح للاخر مره واحده، رشه من الفلفل وتقليبه كمان. وهنضيف له المرقه تغلي معاه غلوه غلوتين كده، وننقله للطبق النهائي.
عفوا، الفلفل الاسود دايما يدخل في مراخيري، ملح، وهنخلي الرز يشرب بس شوية من المرقة. مش مشكلة اغطي عليه، هي غلوة غلوتين مش هيجرى حاجة. عايزة اشيل الحاجات الفاضية واجي اقول لكم هنعمل ايه بقية المراحل بتاعة الطبق ده. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ ان احنا هنجيب الطبق الحلو ده، وناخد مدام سهام واحنا كده بننظف مكاننا استعدادا لتجميع الطبق. يا مدام سهام اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبه قلبي؟ حضرتك سامعاني؟ سامعاكي جدا. انا على فكره بحبك جدا جدا جدا. تسلمي لي يا رب. وعاجبني طبق حضرتك واسلوب حضرتك، يعني مش قادره اقول لك بصراحه. وانا بشكر مامتك جدا جدا على تربيتها ليكي بصراحه، يعني اشكرك يا حبيبه قلبي. يعني ربنا يجزيكي خير، وحبك طاغي قوي على الناس كلها. بالنسبه لحبك لابن اختك، يعني ربنا يجزيكي خير ويفضل دايما دايما يحبك يا رب كده. يا رب يا رب يا حبيبتي، ومش قادره اقول لك فرحتي. يعني انا بس عايزه اسالك سؤال بس ممكن؟ اموريني. طيب انا عايزه اسال سؤال، الحلبه المحوجه هي المغاث ولا هما في حاجه واحده؟ لا لا لا، حاجتين غير بعض بس يعني قريبين قوي من بعض. طيب اشكرك يا حبيبي. العفو يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي وفرحتيني بكل الكلام اللي قلتيه. بس دايما بلاحظ حاجه، يعني الابهات ليها حق تغير. دايما اللي اتصل يقول لي اشكر مامتك، ما عادش بيقول لي اشكر باباكي ابدا. والله رباني هو كمان بابا يعني. ليه؟ ايوه ليه الموضوع ده يا جماعه؟ دايما اشكر مامتك، ما حدش بيفتكر الاب يعني خالص، مظلوم. يا رب يا رب يخلي. ناخد كده صدور الفراخ على الوش، واحنا بنكلم مدام نادية وفاضل معايا شوية عصارة في الطبق لازم اخدها بس. والكلام الجميل ده هيتغطى بالفويل حالا ويدخل الفرن، واحنا بنكلم مدام نادية. يا مدام نادية اهلا بيكي. ازيك يا شطار؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبة قلبي، عامله ايه؟ بعد اذنك هطلب منك رقم في الخاص في خدمة، في خدمة بس. رقم ايه؟ رقم في الخاص حبيبتي. خدي من النور. في خدمة. خدي من النور يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. ورقة فويل محترمة كده طبقتين، عشان عايزين نحبس كل البخار جوه، مش عايزينه يهرب مننا في اي حتة. نعم. هو ايه؟ 200. يلا قفله كويس جدا جدا. من كل الجوانب، مش عايزه فتفوت البخار تهرب، لان ده اللي هيخلي بقى الطبق ده فظيع. البخار هيدوب بقى طعم التوم خالص في طعم الرز، وهيسوي وهيظبط لنا الفراخ، وهتبقى كل حاجه تمام جدا. وكده الرز اللي بالفراخ والتوم جاهز معانا، هيدخل الفرن حالا على درجه حراره 200، الرف في النص. لو عندي حراره من فوق وتحت هشغلها، ولو عندي مروحه توزيع حراره برضو هشغلها. يلا بينا. طبق زي ده كده مع شويه سوتيه او سلطه، خلاص بقت وجبه غذائيه كامله متكامله. ممكن نضيف للرز نفسه اي خضار احنا حابينه لو عايزين، مفيش مشكله، برضو هيطلع جميل وممتاز. معلش انا اسفه. يلا بينا نقفل.
كده خلصنا من الرز ودخل الفرن وامورنا زي الفل. نشوف بقى الكفته ولا نطلع فاصل يا ولاد؟ يلا ماشي، اخد اسماء على التليفون الاول وبعدين اطلع فاصل. يا اسماء اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك استاذه ساره. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه مدام اسماء؟ الحمد لله، انا بشكر حضرتك بجد على البرنامج الحلو ده. يا رب يخليكي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق. وعايز اعرف انت خسيتي ازاي بجد؟ انا ايه؟ خسيتي؟ انا عملت عمليه تكميم معده. قطع؟ قطع ولا هي معانا؟ انا عملت عمليه تكميم معده حبيبتي، والكلام ده من كام سنه، من 4 سنين يعني، وهي اللي ما خسستني كل الخساسين ده وماشيه بعلاجه. لا لا الحمد لله زي الفل. عملنا ايه بقى دلوقتي؟ عملنا الرز، خدنا التليفون، هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا، مستنيكم. من الفاصل معاكم بوصفة جميلة جدا، وصفة كرات كفتة الدجاج أو كرات الدجاج بالثوم، جميلة قوي قوي، ومن الوصفات السريعة ومن الوصفات اللي ممكن أعملها وأحضرها وأسيبها في الفريزر لوقت الزنقة. تعالوا نشوف مقاديرها إيه. هنحتاج نص كيلو من الفراخ المفرومة، وإحنا قلنا مقاديرها بس أنا هعيد مقاديرها تاني. نص كيلو من الفراخ المفرومة وبصلة مفرومة ومعلقتين كبار من الثوم المفروم، زيت نباتي وزبدة، كوباية ونص مرق الدجاج، نص كوباية كريمة طهي أو بديل كريمة طهي أو أي كريمة تحبوها، نشا، وممكن على فكرة كريمة حمضة سوار كريم كمان بتبقى ممتازة في الوصفة دي، نشا ومعلقة كبيرة بصل باودر ورشة جوز الطيب، ربع معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، ونص معلقة صغيرة من الكبابة الصيني، وملح وفلفل اسود، ونبدأ نشتغل. مبدئيا كده أول حاجة محتاجين نعملها إن احنا نعجن الخلطة الجميلة دي ونظبطها عشان تتجانس تماما. نجيب بس معلقة أو سباتشلا ونبدأ شغله على طول. عندنا جزئية للصوص وجزئية للكفتة نفسها أو الكرات الفراخ نفسها، فاللي احنا بنعمله دلوقتي هو كرات الفراخ. ادي الفراخ المفرومة اللي ممكن زي ما قلت لكم يا إما الجزار يعملها لكم يا إما حضراتكم تعملوها في الكبة. وادي الثوم المفروم، البصل الباودر، الكباب الصيني، الحبهان، رشة من جوزة الطيب، البصلة، وطبعا الملح والفلفل الأسود. ادي الملح، وادي الفلفل الاسود. وانا بكور او قبل كمان ما اكور هقوم عامله ايه؟ هجيب الطاسه بتاعتي احطها على النار تسخن لحد ما انا اخلص كده اللي ورايا عشان لازم الكفته تنزل طاسه سخنه. يلا بينا بايدينا الحلوه بقى نقوم كده اخدين الكلام ده عجنه مع بعضه عشان ما فيش حلل النهارده اتقل. يلا بينا تقليبه او عجنه لحد ما كل ده يختلط كويس. في احيانا بنلاقي كده ايه العروق بتاعه الفراخ دي، فلو لقيتوها في طريقكم كده شيلوها عشان دي بتبقى مش الطف حاجه خالص في الكفته، ومع الفرم بتفضل كده عروق احيانا يعني، فلما نلاقيها نشيلها.
بس كده تمام. عايزين شوية زيت. ونرجع نشتغل تاني. واحنا بنكلم مدام نادية. مدام نادية اهلا وسهلا. اهلا بيك يا شيف سارة. عاملة ايه مدام نادية؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. انت عاملة ايه؟ توحشيني والله. وانت كمان على طول بس برضه توحشيني والله. وانت اكتر يا حبيبة قلبي. اهلا بيك. جميلي واخر سياكة والطرح الجميلة اللي بتلبسيها دي عجباني كتير والله. تسلم يا حبيبة قلبي. كل وطبعا ربنا يخلي لك بابا وماما. ربنا يخليك. برضه الاب ده يعني حاجة يعني نعمة من ربنا طبعا. في الدنيا والله. طبعا يا حبيبتي الحمد لله. يعني طبعا الام كل شيء بس برضه الاب بيعمل كتير طبعا كتير لاولاده والله. وسمعتك قبل كده بتقولي انا ببقى قاعده وبابا بيعمل لي النسكافيه بيعمل لي لحد يومنا يعني هذا. ايوه طبعا ربنا يبارك لك في عمره يا رب وفي عمر ماما وفي اسرتك جميعا يا حبيبتي. ربنا يخليك ويخلي لك جو حبيبه الجماهير مش حبيبه لوحدك خلي بالك. اه ده ليه شعبيه كبيره. الله اكبر. لا بقى الله اكبر عليه. بسم الله ما شاء الله ربنا يحرسه يعني امور. بسم الله الله اكبر. ربنا يخليك يا مدام نادية. يا رب لمامته ويخليه كده ليكي ابنك حبيبك طبعا. يا رب يا حبيبتي ربنا يخليك. وطبعا بحيي كاست البرنامج وتسلم ايدك بقى. انا بحب كفته الفراخ عايزه اعملها وانا قوي بحبها احلى من اللحمه بكتير. انا مستنيه اهو بس ممكن بس تقولي بس مره كده يعني إيه؟ وانت بتعملي في اولها وانت برده بتعجنيها تقولي حطيت كذا وكذا عشان انا عندي زهايمر. عينيا الاثنين. هقول لك حالا وعملنا ايه. انزلها لك حالا على الشاشه تاني. تسلمي لي يا حبيبتي. يا رب تحياتي لكل الكاست عندك يا ساره. بشكرك يا حبيبتي. اهلا وسهلا بيك يا مدام ناديه نورتينا. وهنحط كده ايه مكعبين زبده وشويه زيت عشان انا هكور الفراخ وانزلها على طول. يلا بينا هنبدا نكور كور متوسطه. والله لقيتها محتاجه مني ايه رشه بقسماط كده ولا حاجه احط لها مفيش مشكله. لقيتها تمام خلاص تمام. انا شايفه يعني ان هي تمام. وتنزل على طول مفيش مشكله. يلا ونكلم مدام خديجة من لبنان واحنا شغالين. يا مدام خديجة اهلا وسهلا. كيفك يا سارة؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. سارة اهلا بيكي يا مدام خديجة. يعطيك العافية. الله يعافيكي يا حبيبتي تسلمي. بدي حبيت اتصل فيكي لعلك اسم الله عليكي. شو مرتبي شو مسكر. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبتي. وبعدين اكيد بدي اقول لك انه لما بتكون التربيه صالحه بالبيت هالقد صالحه ومتعوب عليها بيطلع الانسان هالقد مهذب ورايق وبيفكر وضميره حي وبيأدي شغله بكل اخلاص. يعطيكي الف عافيه. الحمد أنا لله. أنا معجبة فيكي وبتابعك يوميا. أنت جميلة. أنت جميلة يا حبيبتي. الله يعافيكي يا رب على كلامك شكرا. الجميل. أشكرك شكرا يا حبيبة قلبي. كلامك جميل جدا وأثر فيا. أشكرك شكر جزيل. شكرا يا حبيبة قلبي. مش عارفة والله الواحد يعني يرد على كل كلامكم الجميل ده إزاي. طبعا أنا بمسك المعلقة اللي بقلب بيها دي بإيدي اللي فيها فراخ فناخد بالنا إن ما أمسكهاش بعد كده وأنا مش لابسة الجوانتي. وبحط الكور بتاعة الكفتة تتشوح واديكوا شايفين اهو احنا شغالين يعني ايه من الطبق للبتاع على طول ولا حتى شمعناها ولا بتفك ولا اي حاجه. الموضوع بسيط خالص ما فيش فيه اي حاجه تخوف عشان الناس بتبقى قلقانه بالذات من الفراخ تقولك بتفك مني ولازم احط لها بقسماط ولازم احط لها معرفش ايه. احنا ما حطيناش اي حاجه اهو على يدكوا وشغاله معانا زي الفل. نكمل والموضوع بسيط خالص. ممكن كمان نهدي عليها النار
ممكن تتعمل في الزيت بس، ممكن في سمنه بالمناسبه، مش هيقول لا كل ده. بس احنا ليه مستخدمين زبده؟ عشان عندنا صوص، والزبده دايما في الصوصات هي احلى حاجه، فاحنا مستخدمين الزبده مخصوص لهذا الغرض. ناخد ام دنيا على التليفون كده واحنا شغالين. يا ام دنيا اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، منوره. يا حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. على فكره انا اول مره اشترك معاكو واكلمك، يعني اتمنى ما تكونش اخر مره. وانت منورانا على التلفزيون والله. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، كل ذوق. حبيبتي معلش انا بس كنت طالبه مني سلطه. اموريني يا حبيبتي. انا عندي سمك بلطي. عندك ايه؟ وعايزه سمك بلطي. بلطي وعايزه اتبله يعني احط له التتبيله بتاعته من جوه. بس حاضر. انت بتحبي السمك اللي متبل قوي ولا بتحبي السمك يعني يكون مش متبل قوي؟ لا يعني مظبوط. مظبوط خلاص، هقول لك تتبيله لطيفه. هقول لك حالا تتبيله السمك المقلي المعتبره اللي امي الصراحه بتعملها، يعني شويه ثوم حلوين على شويه خضره كده كزبره، وممكن شويه شبت لو انت بتحبي طعم الشبت مع السمك، لو ما بتحبيش شيل الشبت، بصل اخضر، ممكن فلفل رومي لو بتحبي الحامي، هتحطي قرن فلفل حامي، وهتفرمي كل الكلام ده في الكبه متبلاه بملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا، وممكن شويه صغيره جنزبيل لو حابه، بنضيف له عصير ليمون بعد ما يتفرم خالص الكلام ده مع بعضه، نضيف له شويه عصير ليمون وشويه زيت، ونتبل السمك من بطنه بالتحديد من جوه بالتتبيله الجميله دي، بيطلع معاكي زي الفل. ودي تتبيله عامه للاسماك تقدري تستخدميها في حاجات كتيره جدا جدا جدا. واذا سمحتي يا نور لو تعرفي تجيبي لنا من على الصفحه تتبيله الاسماك ننزلها على الشاشه يبقى كتر خيرك. حاضر. ناخد مين؟ ناخد مين يا نور؟ ناخد ام ادم على التليفون. يا ام ادم اهلا وسهلا. الو ازي حضرتك؟ ازيك حبيبه قلبي، عامله ايه؟ انا بتابع حضرتك جدا وبتابع كل وصفاتك. منوراني يا جميله، اهلا اهلا بيكي. الله يخليك. انا كنت عايزه بس اسال حضرتك عن طريقه المافن كيك. مافن كيك ولا مافن؟ المافن كيك بالشوكولاته اللي هي زي شبه الكب كيك في الشكل، صح؟ تمام. اوكي قصدك مافنز. حاضر من عينيا يا حبيبتي، هقول لك حالا على مافنز شوكولاته تكون سهله وسريعه وجميله. اشكرك ونورتيني. كل الكفته بتاعتنا خلصت ونزلت الحله، حضراتكم هتطلعوا فاصل صغير خالص اكون انا شوحتها، بس مش هعمل اي حاجه ثانيه، مش عايزه بقى امسك المعلقه اللي كان مطرحها فراخ بايدي في منديل اهو، هاخدها هنا واجيب واحده نظيفه. والفراخ بصوا موضوع منتهى البساطه، هنقلب بس اللي لسه ما اتحمروش، وحضراتكم عبال ما ترجعوا من الفصل تكون الطاسه دي استوت مستنياكم. رجعنا من الفاصل والكفته قمر، هنعمل ايه دلوقتي؟ المرقه هنقوم منزلينها عليها. شايفين اللي بيحصل ده اسمه دي جليزنج، او المرقه بتنضف لنا الطاسه بالبلدي كده من غير اسامي معقده. بتنضفها لنا من ايه؟ من كل بواقي الفراخ اللي اتكرملت، من كل الزبده اللي اتحمصت، من كل التوم، من كل النكهه، فهيبقى عندنا اساس لصوص رهيب. بالسباتشولا كده نساعد وندي حكايه صغيره للطاسه من القاع، فهنلاقي ان المرقه اللي كانت شفافه ما بقتش شفافه، بقى لونها بني، وهنخلي الكفته تغلي معاها غلوه كده علشان تاخد كل الطعم وتكمل سواها. طيب لحد ما ده يحصل ولحد ما الكفته تغلي براحتها، تعالوا نبص على الحلو بتاع النهارده. والحلو بتاع النهارده هو موس الشوكولاته بالبندق، وصفه جميله جدا هنستخدم فيها الشوكليت سبريد او سبريد الشوكولاته من دريم، وهو رائع وممتاز وجميل جدا ومتوفر وفعلا طعم وهمي. المقادير هنحتاج شوكليت سبريد من دريم او سبريد الشوكولاته من دريم، وهنحتاج كوبايه من كريم شانتيه باودر وحليب وكوباية بندق أو بندق يعني للتزيين وفراولة للتزيين. الموس اللي بنعمله بالكريمة بطريقته بقى الأساسية الأصلية بخطواتها المحددة ممكن يكون يبان معقد عن اللي احنا بنعمله ده، اللي بنعمله بالكريم شانتيه بسيط ولطيف ولذيذ وما بياخدش مننا جهد يذكر يعني، وبيبقى طريقته ناجحة جدا. هنعمل ايه؟ شوية لبن، وهنضيف لهم
باودر الكريم شانتي. وهنبدأ نضرب، لسه ما حطناش سبريد الشوكولاتة خالص، عايزين نضرب الأول الكريمة. بقى عندنا كريمه هوائيه خفيفه كده، مش عايزين نضربها لدرجه انها تبقى كتل مكتله في بعضيها كده، لا احنا عايزين بالعقل. هنجيب سبريد الشوكولاته ونبص بس بصه سريعه على الكفته زي الفل، المرقه بتسويها وامورنا ماشيه تمام. هخلي النار عليها متوسطه عشان ايه ما يحصلش حاجه ما دام انا مشغوله في حاجه تانية. وهجيب معلقه وهجيب سكينه. سبريد الشوكولاتة فتحناه، بنلاقيه محفوظ بالورقة السيلفر دي، بتتشد بالإيد، أنا جبت سكينة احتياطي اهي طلعت معايا. وهاخد بقى بالقدر اللي أنا عايزاه أزوده على الموس، أنا هزود الحقيقة يعني لأن أنا عايزاه يبقى مليان بطعم الشوكولاتة وطعمها يبقى غني برطمان كامل. اللي حابب كمان أكتر من برطمان على فكرة مفيش مشكلة، الموضوع ذوقي تماما، بس انا مش عايزه ابقى عامله موس شوكولاته بالبندق وكل اللي ضايقه طعمه هو الكريمه. ناخد كل اللي في البرطمان طبعا، يعني ايه ان الواحد يمسك البرطمان ده كده يلحوس فيه، دي احلى حاجه في الحياه. يلا زي الفل، هبدا اضرب امزج كل السبريد اللي انا حطيته ده مع الكريمه، وفي نفس الوقت انا عمال ادخل هواء فالموس هيفضل خفيف وجميل ولذيذ. زي الفل تم، بس انا بصراحه عايزه ادوق. ليه؟ عشان عايزه اطمن ان اللي طاغي هو طعم السبريد مش طعم الكريمه، لان انا عايزه ادوق شوكولاته مش عايزه ادوق كريمه. فظيع سكره بالشعره، بس مش هكذب عليكم يعني انا عايزه ازود شويه سبريد كمان، انا عايزه الشوكولاته شوكولاته طعمه روعه، وحاسه بطعم البندق جدا جدا جدا. انا هزود معلقتين كبار كده هيوصلوني اللي انا عايزاه، وطبعا كميه السبريد اللي هنزودها ذوقيه تماما، اللي عايز اخف من كده براحته، اللي عايز اكتر من كده براحته، بس انا في الاخر بعمل موس شوكولاته فعايزه ادوق طعم الشوكولاته. يلا ضربتين ويظبط. زي الفل.
اقدمه؟ عندنا كذا طريقه للتقديم، نقدر نقدمه كاسات فرديه، نقدر نقدمه طبق جماعي، وانا بصراحه بحب شكله قوي في الطبق الجماعي لان ده بيتيح لي اني اعمل كده حركات، وانا عايزه اعمل الحركات دي. طبق زي طبق الترايفل كده، ونشيل كل الحاجات اللي مش عايزينها خلاص. مش هياخد حاجه. استنى نجيب معلقه كبيره عشان انجزك. يلا بينا. هناخد اول حاجه طبقه موس. وانا بكلم مدام فاطمه كده. اسلاك اسلاك اسلاك، والله هتكسروا لي رجلي مره. ما اقولكش اه، وانت عارفني بقى في اللياقه. لياقتي عاليه جدا. انا بتريق بالمناسبه. يلا ناخد مين على التليفون؟ مين على التليفون؟ حاجة فاطمة على التليفون. احنا حطينا طبقة من الموس وبنحط رشة بندق. يا حاجة فاطمة منورانا. عاملة ايه تفطر؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي، انتي عاملة ايه؟ تسلم ايديكي وعينيكي وربنا يبارك لنا فيكي يا رب. تسلم يا رب يا ذوق يا جميلة، تسلمي ربنا يخليكي. انتي عاملة ايه يا حبيبتي؟ كله زي الفل يا حبيبة قلبي. والنبي يا تفطر، انا عايزة منك طريقة صينية سمك مكرن في الفرن او على البوتاجاز من فوق عادي، يعني ممكن اعملها كده او كده. في الفرن احلى. اقول لك حاجة، عايزة منك حاجة بجد يعني مهمة جدا. قولي. عايزاكي تقولي لي رأيك في الشيف فاطمة الحياتي، لاني يهمني رايك، انا عارفه اخلاقك. في شيف مين؟ وتقولي هي تستاهل اللي حصل ليها اول امبارح. انا ما اعرفش ايه اللي حصل اول امبارح الحقيقه. ايه اللي حصل اول امبارح؟ ايه يا نور اللي حصل؟ قولوا قولوا عادي، عايز اعرف. واحده دخلت ايه؟ اتريقت على ايه؟ ضحكتها؟ هو ما بصي، هو في قاعدة عامة عامة على شيف فاطمة أو غيرها، أي حد بيتريق على شكل بني آدم فده بني آدم غير سوي. وش كده. حضرتك لما تتريقي على خلقتي، هو خلقتي مش في إيدي أنا، ما بينزلوليش ليستة أوبشن، بختار عيني خضراء، بقي كبير، مراخيري صغيرة، ما بعملش الأوبشنز دي. فمادام حضرتك وصلتي من التفاهة إن أنت تدخلي تتريقي على على شكل حد، يبقى ربنا يعينك على نفسك بقى. كبروا طبعا، ما ده من حاجة ما فيش فيها رأي. بتتريقي على إيه؟ على خلقة ربنا؟ نعمل لك إيه يعني؟ نرجعها؟ نقول معلش ادينا واحده شكلها وحاجه تانية؟ بعدين هو في احلى من اصلا من ضحكه شيف فاطمه؟ ضحكتها اصلا جميله ومليانه كده تفاؤل وطاقه ايجابيه. فلا يا ستي، نقول راينا في ايه بس؟ ربنا يشفي ويهدي. اه والله بجد يعني بالظبط. اه والله ناس تعبانه، ناس تعبانه والله. فهقول يعني ايه لو انا شهادتي في فاطمه مجروحه على اساس ان احنا زملاء يعني؟ فانت بتتريقي على ايه؟ على شكل ربنا اللي عامله يعني؟ والمشكله بقى يعني مش عايزه اجرح في حد يعني، بس احيانا يعني بلاقي الناس اللي بتتريق علينا دايما بلاقي العلاقه الغريبه دي، في كده علاقه طرديه بين ليفل يعني الوقاحه وليفل العيوب. تلاقي بقى اللي بيتريق عليك ده فيه العبر. فما اعرفش هل هي دي نقصات مثلا، فاحنا بنيجي نطلعها في صوره طاقه سلبيه نبخها في وش البني ادمين. فربنا يعين كل واحد على نفسه، مش عايزين نغلط في حد. بس فاطمة عسلية، بس مش هنقول غير كده، دي حبيبتنا. اه طبعا. والقناة كلها جميلة على فكرة، مفيش أي حد في القناة، مفيش أي حد من زمايلنا فعلا. على فكرة ما احناش مثاليين، عشان بس ما حدش يفتكر إن احنا أوه ده احنا كيوت وفظاع وما بنغلطش وما بنعملش حاجة وحشة، وكلنا بنضايق بعض أحيانا، كلنا بنختلف أحيانا، كلنا احيانا بنشد في الشغل لاسباب كتيره جدا، كلنا ما بنبقاش في الطف مود احيانا، ولكن في المجمل كلهم بني ادمين كويسين. بالظبط، كله بني ادمين كويسين مهما حصل بحبهم يعني، زي اخوات الاخوات ما بتخانقتوش مع اخواتكم، اتخانقتوا بيحصل بينا كده حاجات احيانا، ولكن في المجمل ولا اي حاجه دي بتفضل، اللي بيفضل ان كلنا علاقتنا كويسه وكلنا زي الفل. وكلهم ما اقدرش اقول على حد في القناه يعني ان انا ما اتمناش اني كنت قابلته، كلهم حبايبي.
فيعني ايه مش هنعلق على حاجات سلبية كفاية. يلا نكمل الطبق ده ولا ايه؟ انا هحط بس اخر طبقة بندق. بصوا بقى اللي حصل ايه لما عملنا الطبقات دي. ايوه تعالى يا حمدي كده وريهم، شايفين طبقات، طبقات بندق. انا اهو بقى اضيق بعيد انا خالص. بص انا عمال اهرب. ايوه الطبقات الجميله دي بقى تيجوا على الجنب كده وتتكوا على كميه البندق علشان يبان معاكم. هحط الباقي على الوش. الله الله. وناقص بقى شويه فراورات على الوش كده. ليكم مطلق الحريه انكم تخلوهم انصاص، تخلوهم سلام، تقطعوهم، بس انا جايلي فراوله بصراحه زي القمر. شايفين بصوا الفراولات جميله صغنططه وعسل ازاي. بص يا حمدي الفراوله اللي جايلي تجنن. احنا في الموسم طبعا، فمش عايزه اشوه منظرها، فاقصى حاجه هعملها ان انا هقسمها نصين. يلا بس هعمل ده او انتوا في فاصل، اطلعوا فاصل صغير ولما ترجعوا هنقفل الكفته بتاعتنا او كرات الفراخ، هنقدم الرز ونشوف الترايفل ده فاضل فيه ايه عشان يبقى وهمي. فاصل صغير مستنياكم. رجعنا من الفاصل وبنقدم اطباقنا او بنخلصها. بصوا هنا ايه اللي حصل، المرقه اتكثفت تماما، الكفته بالتاكيد استوت. هلاقي ان الكفته بقى ليها لمعه كده كان في عليها حاجه ملمعاها، ده تكثيف المرقه. هضيف شويه الكريمه ومجرد غلوه على النار يا جماعه ونشيلها. الكريمه ما بنبقاش عايزين نسيبها كتير. وطبعا بصوا بقى الصوص بقى عامل ازاي، على طول اخد اللون البني من كل الكرملة اللي عمالة تحصل في الطاسة. غلوة واحدة وهنشيلها من على النار. تعالوا نكمل تقديم لحد ما دي تغلي. الرز طلعناه، الله بصوا الجمال بقى والحلاوة. اللي هعمله دلوقتي هو التالي، انا هشيل الفرخات الحلوات دول على جنب كده وأقدم بقى. عندي شوية أطباق شياكة، يعني بشكر جالري شوار بعتهم لي امبارح، مدام حنان الجميلة جت بنفسها جابتهم يعني، وشوية أشكال يعني تجنن. عايزة أقول لكم يعني من حلاوتهم محليين الأكل، فأنا عايزة أستخدمهم كلهم في التقديم النهاردة. البولة الجميلة دي هتبقى مناسبة جدا للرز. على الفيسبوك عندي نازل كل تفاصيل المكان اللي أنا جبته الحاجات دي عشان عارفة إن هتسألوني كتير، فيعني هتلاقوها كلها موجودة. وهنا الكفتة، بصوا الصوص غلي وتقل وبقى تمام جدا، أقدر أشيله من على النار لحد وقت التقديم. أجي هنا بس أكمل. هقدم كل الرز في البولة الجميلة اللي مرسومة بالإيد دي، شكلها مبهج أصلا، هتخلي الأكل حلو على حلاوته. طبق طبعا عشان حرفه عالي فأنا بستخدم السباتشولا دي عشان مبهدلش الدنيا حواليا، بسند بيها بس كده اهو عشان ما ايه الرز ما يجريش مني في كل حتة، خصوصا ان انا مش عارفه امسك الطبق اميله على البوله نظرا لانه سخن جدا، لسه طالع من الفرن حالا ومولع. يلا نفرد كده، عايزه اوزع كده الرز على الاطراف عشان عايزه اجي في النص واحط الفريخ.
يلا بينا. فرخة وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة. شوية زبيب محمرين برشة ملح ورشة قرفة ورشة فلفل اسود كمان. شوية لوز شرحه متحمرين معاهم برشة ملح ورشة قرفة. بقى عندي طبق عالمي، حاجة خضرة بس للون. وافتكروا دايما ان العين بتاكل قبل البق. الطبق اللي متقدم فيه لو شكله حلو بيفتح النفس، الاكل لو شكله حلو بيفتح النفس، واللي بيقعدوا يقولوا لك اهم حاجة الطعم الباقي مش مهم، لا الطعم مهم وكل حاجة بس الباقي برضو بنفس الاهمية. انا احيانا بيتقدم لي اكل بيبقى منتهى الجمال بس انا بقفل شوية من شكل التقديم، واعرف اشخاص يعني في عيلتي كمان يعني اكلهم وهمي وهمي وهمي، اكلهم يعني ايه يخليكوا كده تتجننوا من حلاوته، ولكن احيانا بيتقدم لي بطريقه تخليني مثلا ايه انزعج منه شويه. فانا بحب قوي اللي يهتم بالاكل، اللي هو تعبنا بقى كل ده ما جاتش على التفصيله الصغيره. طبق الرز اللي بالثوم هنا، ونيجي نقدم الكفته. يلا بينا. هاخد الكفتات، خدوها دايما على الناحيه اللي كانت في الصوص عشان بتبقى الصوص لازق فيها، فشكلها بيبقى يعني جذاب جدا. نوزع نوزع. وانا مقدمه معاها بطاطس بيوريه، وهتلاقوا ساعه التقديم طبق من الخضار السوتيه، خلاص خلى الاكله دي كامله متكامله. كل الصوص اللي في الصينيه ده طبعا احنا مش هنسيبه، جاي له وقته تقلوا. بس كده ناخد الكفتات الاول نرصها وندخل على الصوص نغرقها على طول. يلا تتبيله السمك هقولها لكم بقى بالمقدار بالظبط. كوبايه من عصير الليمون، ودي تتعمل كميه وتتشال في الفريزر لتتبيل اي سمك. اربع حزم كزبره، اتنين راس ثوم فصوص، اتنين بصل ارباع، واحد فلفل احمر حامي، واحد فلفل احمر حامي، طبعا اللي ما بياكلش حامي هيشيل الحامي من الموضوع، اربعة فلفل رومي، وبهارات سمك او اي بهارات انتوا تحبوها. بهارات السمك عادة بتبقى شمر، كمون، كزبرة، ملح، فلفل اسود، وبيبقى فيها جنزبيل كمان. خلصت، يلا بينا. طبقنا الاخير بقى جاهز، مش محتاج غير ان لا خلاص مش محتاج غير ان احنا نمسح اطراف الطبق ونبقى قدمنا بشكل يليق بهذه الاكلة الجميلة. برضو رشة حاجة خضرة بسيطة قوي. ويبقى كده النهاردة عملنا ايه؟ يبقى كده النهاردة عملنا اكلات النجم فيها هو الكفتة او الفراخ والتوم. الحاجتين مع بعض بيودوا الاكل في حتة تانية خالص. وعملنا ايه؟ عندي صينية صغيرة كده اقدر اقدم عليها كمان طبق الترايفل ده، فليه لأ؟ يخلي الشكل احلى. عملنا مع بعض طبق جميل جدا من كرات الدجاج او كرات كفتة الدجاج بصوص التوم الكريمي، وعملنا رز بالتوم وبالفراخ. اديكوا شايفين شكله يجوع ازاي. مقدمة معاهم طبق من الخضار السوتيه بسيط جدا، وعملنا معاهم كمان موس الشوكولاتة بالبندق، استخدمنا فيه سبريد الشوكولاتة من دريم. ودي كانت كل وصفاتنا النهاردة. أتمنى إن الحلقة تكون فادتكم وعجبتكم، وأتمنى يا رب إن الوصفات تكون ضافت لكم. الوصفات النهاردة بجد سريعة وبجد جميلة، أتمنى أنكم تجربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. أشوفكم بكرة بإذن الله على خير في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ. وعايزة بس أقول ملحوظة صغيرة على الكفتة دي، كان فيها نشا
انا ما كنتش عارفه انا هحتاجه ولا لا، انا بحتاجه في حاله ان الصوص ما تكثفش معايا لاي سبب من الاسباب، ولكن هو اتكثف فانا ما احتجتش ان انا اضيفه فظبطت معايا. يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه. بفكركم ان قعدتنا النهارده الساعه 10:30 على القناه قعده البرنامج. بفكركم ان كل الوصفات بتنزل على صفحه القناه بي ان سي فود على الفيسبوك وعلى صفحتي ساره عبد السلام بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك. النهارده في فيديو جميل جدا خارج الحلقه من بره الحلقه، فيديو سوشيال ميديا هينزل على صفحتي، اتمنى انكم تتابعوه. فيديو هيفيدكم ويعجبكم، 6 وصفات من الكفته صراع جدا جدا جدا، وكل وصفه فيهم نص كيلو هتدينا طبق محترم قوي، فهي موفره قوي قوي قوي. هتنزل كلها مجمعه في فيديو واحد قصير جدا، فاتمنى انه يفيدكم. استنوه على صفحتي النهارده وعلى صفحه القناه. واشوفكم بكره باذن الله على خير في برنامج سنه اولى طبخ في حلقه جديده. مع السلامه.